لعيبه او اسماء مهمه الحقيقه زي سليمان كوليبالي بس مصاب. في برضه رضوان من زردوم من النصر، حسين داي برضه احد اللاعبين اللي تم استخدامه لكن ايضا ما جاش مع او مش موجود في القائمه المتواجده في القاهره. هل ده من الممكن ان هو يفرق؟ والله هو بالنسبه لرضوان زردوم نعرفوا انه استبدال الملاعبيه الكاف ما زالت كيف فتحت المجال لكل نادي الاستبدال اربعه ملاعبيه. البدايه كانت بعلاء الدين ايوب حارس مرمى ثاني لانه تقريبا الشغل الشاغل هو حراسه المرمى بما انه قعد حارس وحيد اللي هو اشرف كرير بما انه البديري خذا ورقه حمراء في لقاء الهلال السوداني، دونك لازم على الاقل يكون عندك حارس مرمى ثاني. بالنسبه للافكتيف اللي موجود في النجم الساحلي تقريبا في كل مره يبرز ملاعب من اللي موجودين، يعني حتى غياب سليمان كوليبالي عندك كريم العريبي تقريبا هداف دوري ابطال افريقيا حتى التوا بتسعه اهداف، ملاعبي قاعد يتالق افريقيا سجل تقريبا في معظم المقابلات، نلقاو زاد حتى اللاعب الشاب حازم حاج حسن والا غيره من الملاعبيه قادرين على تقديم الاضافه خاصه في المقابلات الكبيره، كل ملاعبي ماذا به يعطي يعني دوبل نتاع المجهود نتاعو. هل ممكن نشوف او من وجهه نظرك تغيير في التشكيل بالنسبه للنجم الساحلي؟ النجم الساحلي تشكيله ثابت يعني في الفتره الاخيره باستثناء طبعا دخول الصفقات الجديده يعني، لكن تشكيل ثابت دائم للنجم الساحلي، هل ممكن نشوف تغيير؟ والله هو فما تكتم كبير على التشكيل لانه تقريبا جاريدو ديما يحاول لاخر لحظات كما كان يحكي كابتن ايهاب تقريبا كما ينجم فايلر يخمم انه يهبط اليوباجي في اخر لحظه ويكون مفاجاه في التشكيله. بالنسبه للنجم ما فماش معناها ملاعبيه لاول مره باش يشاركوا تقريبا الافكتيف الكل يعرفوا ما نتصورش باش تكون فما تغييرات كبيره في النقاش. بس في النجم ممكن يلعب بالشكل الاساسي بتاعه لان هو عنده استقرار في الحته دي. كمان كوليبالي لو كان جاهز مش مصاب ما كانش هيلعب وجهه نظري، لان اللعيبه اللي بتلعب مكانه اعلى منه وهدافين البطوله وكمان ما وصلش للتوب فورم يعني هو ما وصلش معاهم يعني ما لعبش بالشكل اللي يخليه يبدا مباراه زي دي بالشكل الكبير وجهه نظري. طيب هو بدا في لعب تقريبا في المقابلات لكن كما تعرف مظهرات المقابلات ما نجموش نحكموا على ملاعبي من المقابله الاولى، ربما مع قادم المقابلات نشوفوا سليمان كوليبالي خير من هكا. هناك بعض الانتقادات اللي بتوجه لجاريدو هذه الايام محليا يعني لانه تراجع مركز النجم للمركز السادس اعتقد عامل بعض الانتقادات لجاريدو، هل ده ممكن يؤثر من الناحيه القاريه من الناحيه الافريقيه؟ لا في الحقيقه ما نتصورش ياثر لانه وقت اللي تشوف المقابله الاخيره امام الهلال السوداني والعوده والسيناريو خاصه كان كابتن يحكي على السيناريو انك تقبل بونتو من الهلال السوداني وبعد ترجع وتسجل ثنائيه وتحقق ثلاثه نقاط ثمينه، هذا ظهر زاد انه حتى الملاعبيه عندهم شخصيه يعرف كيفاش يرجعوا في المقابلات ما نتصورش ياثر على الجانب القاري. لكن خسارتك من الترجي خساره النجم يعني من الترجي، احنا عندنا هنا الاهلي والزمالك الترجي والنجم لما تخسر من الفريق الترجي فنيا. نعم تتراجع فنيا شويه تتراجع يعني فنيا شويه وتخسر من فريق الترجي اللي هو واحد من الفرق المنافسه الكبيره طبعا ما بين الترجي والنجم والصفاقسي وبقيه الفرق اللي موجوده، ولكن خسارته من الترجي ما تؤثرش؟ ما نتصورش على خاطر هذا دوري وهذا وحاليا دوري ابطال افريقيا، معناها لوبجيكتيف الاولاني بالنسبه للنجم الساحلي السنه هو دوري ابطال افريقيا، يحاول يمشي لابعد ما يمكن، تركيزه الكبير زاد على دوري ابطال افريقيا وهذا منطقي ومفهوم لانه غياب منذ 2007 عن اللقب، النجم يحاول يرجع للبوابه الافريقيه بلقب جديد ان شاء الله.